Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ra'is al-jilsatil muhtaram wa sufuful hakimun al-alimuna wal-arifun wal-mu'alimuna wal-mu'alimat asdiqai wa sadiqatil izza siyadat al-duyufil kiram uhayyikum bi tahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqifu amamakum hahuna liulkiyal muhadaratal kasirah hawla mawdu ahamniyatul ilmi fil islam. Ayuhal mustami'u nawal mustami'at, qabla kulli syai'in hayabina nashkurullahu ta'ala الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا اليوم المبارك. نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الحاضرون والحاضرات، هل أنتم تعرفون ما هي أهمية العلم في الإسلام؟ أهمية العلم في الإسلام تتكون من أربعة الأمور التالية. أولاً، أمر الله على كل مسلم لطلب العلم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فرضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. من هذا الحديث الشريف: إن طلب العلم فرضة علينا جميعا بلا استثناء، بين الرجال والنساء، وبين الكبير والصغير، وبين الفارغ والمشغول. أيها الإخوة الأعزاء، ثانيا، سيرفع الله درجات العالم بين الناس. قال الله تعالى في القرآن من سورة المجادلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. فالمؤمن وإن كان مرفوعا منزلتي عند الله بسبب الإيمان، إلا أن المؤمن العالم أعلى درجات وأعظم قدرا عند الله من المؤمن الأمني بسبب العلم والإيمان. أيها الإخوة الأكارم، ثالثا، لها فرق بين العالم والشاهد. قال الله تعالى في كتابه الكريم من سورة العلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. العلم أمر مهم في حياتنا، لها فرق عظيم بين العالم والجاهل، لأن العالم يعرفون ما أمر الله وما نهى الله عنه. قد أكرمه الله لنا الإنسان بالعقل حتى نستطيع أن نتصور سائر المخلوقات.
أيها الحاضرون والحاضرات. رابعاً، العلم نور في حياتنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. رواه البخاري ومسلم. لذلك من كان يريد أن يكون سعيدا في الدنيا فواجب عليه أن يجتهد في طلب العلم. فمن يريد أن يعرف الكمبيوتر أو الحواديت المهمولة. أيها الحاضرون الكرام، أن الأجيال في يوم الرجال غده في الأجل، فلزم على كل طلب العلم أن يشدد وأن يجاهد في طلب العلم، وأن الوقت المناسب لبدء طلب العلم بجد هو عندما كان الإنسان في مرحلة الطفولة. ذلك لأن الحكماء يقولون: العلم في الصغار كالنقش على الحجر. أيها الحاضرون والحاضرات، ربما سانتهيت هنا خطبتي، وإن كان وجدتم من الصواب فإنما هي من فضل ربنا، وإن وجدتم من الأخطاء فهي من نقصان نفسي. وأخيرا أقول لكم شكرا بلا غاية وحمدا بلا نهاية، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.